حجم الغناء اللي معايا دلوقتي الحقيقة هو ملك الخيم الرمضانية نجم الجميل أبو الليف، بقول لك منور الدنيا كلها. حبيبي ربنا يخليك، وكل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين طيبين. قول لي التتر التكية، يعني طبعا هو المسلسل سيت كوم كوميدي، الموضوع اتعرض عليك ازاي وازاي يعني خرج للنور؟ هو والله الفنانة الجميلة الأخت الزميلة العزيزة انتصار كلمتني على مسلسل التكية اللي هي بتقوم ببطولته، فإخراج الأستاذ سامح، فقالت لي الأستاذ سامح المخرج هو اللي مرشحني، فقلت لها وأنا ما أقدرش أتأخر لأن دي حاجة ليا شرف إن مخرج العمل هو اللي يرشحني بنفسه، فده شرف ليا وسام على صدري فأنا هعمله. فحصلت شوية كده خلافات عادية بسيطة جدا، وبعد كده بقى مشيت الدنيا والحمد لله، وعملت التتر البداية والنهاية الحمد لله رب العالمين. طبعا انت كل سنة بيبقى فيه تتر مسلسل، يعني ايه احب التترات لقلبك؟ والله هو وش السعد عليا كان باراكوتا حبيبي، بركات ملك الحركات. جميل الحمد جميل. لله. طيب الدراما بقى، يعني شفنا كل المطربين غزوا التمثيل وغزوا السينما والتلفزيون، امتى هنشوف المطرب الجميل نادر ابو الليف كممثل بقى؟ والله هو انا ماضي فعلا بالفعل مع الحاج احمد السبكي بقالي كتير قوي على فيلم، والمفروض ان كل شويه يقول لنا داخلين داخلين داخلين، فللظروف اللي هو اللي الدنيا فيها برضو، يعني مستنيين بقى لما نخش ان شاء الله بقى.